بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عزيز وهبي، رئيس مؤسسة جذور لمغاربة العالم. مؤسسة جذور لمغاربة العالم بأعضائها وبفروعها في شتى عواصم العالم ندين ونستنكر ونشجب هذا العمل الرخيص، العمل الشنيع، على إقدام هذه الانفصالية الحقيرة على حرق العالم المغربي بباريس. أنا ما عرفت علاش ولماذا هاد الناس كيمشيو كيديروا هاد الاعمال الساقطه. واش هما مدفوعين من بعض الجهات يعني ويخدمون اجنده خارجيه، ولا ما فهمناش علاش، رغم ان المغرب قطع اشواط كبيره في الديمقراطيه وبنى مؤسسات حديثه، ويعني كما تعلمون انسان اللي بغى يطالب بالحقوق ديالو فمرحبا به. مع كامل اسف انا استعمل هذه العبارات، هذه اللقيطه هذه الرخيصة الساقطة التي حرقت العالم المغربي، فهي انفصالية من منطقة الريف. وتعلمون بأن حتى أصدقائنا من الريف الذين يعيشون بفرنسا وبلجيكا وهولندا فهم استنكروا وشجبوا هذا التصرف الشنيع وتضامنوا، ونحن كلنا مغاربة من الريف والأطلس والوسط والصحراء ومن طنجة إلى الجويرة، نحن متضامنون مع وحدتنا يعني في هذا الإطار يعني سلمي وودي، مرحبا به. أما إنسان اللي كيمشي كيدير بهذه الأعمال بهذه الطريقة هكذا وكيديرها في دول أخرى ما عرفناش علاش، هذا يعني مشكل خطير. نحن كمؤسسة جذور سوف نعمل برامج إن شاء الله في القريب العاجل للتحسيس أكثر، للوقوف على هذه المشاكل، وكذلك للاشتغال أكثر على المواطنة الصادقة، لأن يعني حرق العالم فهو يعتبر يعني العالم المغربي يعتبر فهو بمثابة السيادة المغربية، رمز السيادة المغربية ورمز يعني الوحدة المغربية، وهو يجري ويسري بعروقنا يعني، ويعني أجدادنا يعني ضحوا الغالي والنفيس من أجل هذا العلم ومن أجل تحرير الوطن إلى آخره. هناك تاريخ في هذا في هذا النطاق، ولكن نحن كمجتمع مدني يعني سوف لا نسكت، وسوف نرفع قريبا دعوة قضائية ضد هذه الانفصالية الحقيرة الرخيصة التي يعني أساءت لنا بحرق علمنا الذي يعني يبقى فوق كل اعتبار، ولا نساوم به يعني المسائل الخاصة لبعض الأشخاص. نحن مؤسسة جذور لدينا برنامج مهم إن شاء الله في القريب العاجل، يوم 13 نوفمبر لدينا لقاء مهم حول أي مساهمة لمغاربة العالم في بلورة المشروع التنموي الجديد، بحضور أساتذة وأكاديميين وباحثين ومختصين من العالم وكذلك من المغرب، لنناقش يعني قضايا الجالية والمشاكل التي تتخبط فيها وما هي الحلول، ما هي الاقتراحات وما هي الحلول. ومن خلال هذا اليوم الدراسي سنرفع توصيات إلى الديوان الملكي. يعني آخر ما أقول هو الله الوطن الملك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.